اكيد استدعاء المنتخب الاول حاجه اي واحد بيحلم بيها، يعني هدف اي لعيب بيلعب في المكان ده ان هو يبقى في المنتخب الاول وكده، فاكيد حاجه كويسه يعني، وكلنا بنحاول ان احنا نبقى موجودين ان شاء الله. طبعا المنافسه صعبه يعني، وفي نجوم كبار يعني موجوده في المكان ده، بس مفيش حاجه مستحيله. المنافسه في النادي هنا برضو قويه جدا طبعا، لان برضو عصام وطه في قائم المنتخب، وفي الناشئين برضو الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، واحنا ماشيين اول في الدوري يعني. فرقه 2000 ماشيه كويس في الدوري يعني، احنا بدانا الماتش الاول كان في غيابات كتير، كنت انا مسافر المغرب مع منتخب، وكان في برضو كذا لعيب معايا. التعامل كويس يعني، والتعامل كويس مع المدرب بتاع الدرجه الاولى، وبرضو كابتن عمر شوقي وكابتن يحيى يوسف. لا المنظومه كلها ان شاء الله هنحقق حاجه حلوه السنه دي يعني. لا هو اكيد يعني هدف اي لعيب فينا ان هو يبقى محترف او يعني ياخد الخطوه دي، بس انا اخترت الاهلي السنه دي، وجالي عروض بعد كاس العالم على طول، بس كلمت برضو مع كابتن عمر وكابتن رؤوف، واستقرينا على ان انا افضل في الاهلي الفتره دي، وان شاء الله في حاجه كويسه تانية جت يعني يبقى في فرصه ان انا اسافر، بس النادي الاهلي اولى دلوقتي الفتره دي يعني. لا هو مش هينفع النوادي يعني، بس هي جالي يعني من فرنسا ومن مقدونيا، و بس فرنسا ومقدونيا، و يعني ناديين من فرنسا ونادي من مقدونيا. هو الفترة اللي جاية دي كلها إن شاء الله أهم حاجة النادي هنا يعني، وأنا اخترت أكون موجود هنا يعني.